والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بداية نتقدم بالشكر لطبيعة الحال جريدة النبأ 24 الأنباء 24 التي دأبت كل سنة أو خلال طول السنة تنظيم مثل هذه اللقاءات، وهي لقاءات تواصلية، لقاءات لطرح مجموعة من الأفكار والتصورات. ويحضرني أنه قد شاركنا في مواضيع متعددة ذات أهمية، منها الحماية الخاصة والمعطيات الشخصية وما إلى ذلك. الحديث هنا حتى لا نضيعوش وقت في التقديم وفي هذا، أليج مباشرة إلى المحاور. وكل وسيط طبيعة الحال يميل إلى احتكار المعرفة، وكل معرفة تنتج لنا ثقافة وسلوك خاصة بذلك المجتمع بطبيعة الحال. وأعتقد أنه قبل ظهور الهاتف وقبل ظهور الحاسوب وقبل كذلك الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، كانت لدينا وسائل تواصل أخرى قد أنتجت لنا ثقافة معينة سائدة في تلك الفترة. لأعطي الدبا على سبيل المثال، في بعض الأحيان كنا نربط مواعيد، نقولوا نتلقاو مثلا في محمدية في شأن موضوع ما، قبل الهاتف، قبل أن يكون الهاتف والمنصة التواصل الاجتماعي. إلى مشاح غير حتى وقع سيدي كلاج، يعني لم أستطع أن ألتزم بالوقت أو تأخرت نظرا السيارات أو وسائل النقل، فذلك الميعاد يضيع، وذاك الشخص جاي من مدينة بعيدة ولا مكان بعيد كيولي الأدبار، علما أنه راه بجوج ومجو في المكان. فاش كان الهاتف كان كيتضبط هذه العملية ديال السلوك والعلاقات التواصلية ديال الإنسان. فجا الهاتف، يعني من قبل كان عندنا صعوبة باش يمكن لنا أننا نضبطوا غير مسائل ديال التواصل. بمعنى هذا الظهور ديال هذا الوسيط هذا أحدث تغيرات على مستوى الثقافة المجتمعية، خاصة في الجانب التواصلي منها. ثم كل ثقافة وسلوك مستحدث يفرض أخلاقا معينة، أي ثقافة أو سلوك مستحدث يفرض علينا أخلاق معينة. ف عند ظهور الإلكتروني أعتقد أنه وقع تحول كبير في منحى الحياة ديال الإنسان بصفة عامة، حتى داخل البيت خارج البيت، الوسائل ديال التواصل ديالو مع الغير، كأننا أمام انقلاب أو ثورة مجتمعية لا علاقة لها بما كان قبل هذه التكنولوجيا الرقمية. ولا أدل على ذلك أن جيل الثمانينات ماشي هو جيل التسعينات والألفية كذلك الثالثة، وأننا نحن كنا نعيش في القنوات بلوين وار كتبدأ مع ستة العشية، ماشي ما نعيشه الآن في ظل هذه الفضائيات المتعددة وهذا الحاسوب وهذا الانترنت وهذا الوسائل ديال التواصل. والأخلاق في حد ذاتها هي مصدر ديال التشريعات والقوانين. أخلاق، فمع مر التشريعات كتسبق الأخلاق، بل الأخلاق هي التي تفرض علينا أن نقنن ذلك السلوك أو نؤطره في جانب تشريعي. وهذه أمور تختلف طبيعة الحال، تحكمها الوازع الديني والوازع الثقافي والاجتماعي. فمثلا ما أراه نحن في العالم مثلا الإسلامي على أن العربي على أن المثليين هما واحد ظاهرة يجب شجبها، في حين أن في أوروبا يرون أن المثليين هي ظاهرة اجتماعية يجب القبول بها. إذن هذه الثقافة في حد ذاتها أو هذه الأخلاق في حد ذاتها تتحكم في هذه التشريعات وتجعلنا ننضبط تجاه تشريع معين تحكمه كما قلنا الثقافة والسلوكيات المجتمع. وقد نظر الفلاسفة في علم التشريع الإعلامي قسموا هذه النظريات الإعلامية إلى أربع نظريات، سأذكر منها اثنين. النظرية الأولى هي نظرية السلطة في الإعلام، وهذه النظرية قد استحدثت أو أنشئت في إنجلترا في الإنجليز في القرن السادس عشر، و يعني
المبادئ التي ترتكز عليها أو التوجيهات التي تتبناها، وهو أن على السلطة والحكومة هي التي لها الحق في أن تضبط كل ما يتعلق بالصحافة والإعلام، هي التي تمنح التراخيص، هي التي تضع القوانين، هي التي تؤطر المهنة حتى لا تؤثر هذه الوسائل الإعلامية على المجتمع وبالتالي على النظام وعلى سلطتها. كذلك النظرية الثانية هي النظرية ديال حرية الإعلام. هذه النظرية ظهرت خصوصا في مع الثورة الفرنسية، مع حقوق الإنسان والمواطن ظهرت في فرنسا على الخصوص. هذه النظرية ترتكز على حرية الإعلام، أن الإعلام يجب أن يكون مستقلا وأن تكون هناك مؤسسات هي التي تديره، وعلى ضوءها تم إنشاء مجموعة من المجالس. هذه المجالس ذات التنظيم الذاتي، هي على شاكلة ما أنشأناه نحن مؤخرا في القانون ديال 1390، ورغم أن هناك اختلافات في المضامين في بعض المقتضيات، إلا أنه عموما أن هذه المجالس هي التي لها الحق في تدبير وتسير شؤونها، وعلى الدولة أن ترفع يدها عن الترخيص وأن ترفع يدها على القطاع إلى غير ذلك، حتى يتمتع القطاع بحريته في الممارسة. إذن كانت هذه أمور كلها ربما هي فلسفة جاءت على حساب عصر ديال النهضة وأعطتنا هذه الحرية بهذا المفهوم. والنظرية الثالثة هي النظرية الاجتماعية والتي تربط المسؤولية بالحرية. وهنا يجي الموضوع، وهو أن بظهور الصحافة الإلكترونية تغيرت مجموعة من المعطيات، تغيرت مجموعة من الممارسات، وأفرزت مجموعة من السلوكيات على مستوى المهنة. ظهر الصحافة الإلكترونية، يجب أن نقر على أن بظهورها وقع هناك واحد يعني تسيب على مستوى الممارسة، إلى درجة ما أنه انعكس بشكل كبير على أخلاقية المهنة. هذا يجب أن نقره. لماذا؟ لأنها واحد الوافد جديد على المجتمع ما جينا لم نستوعبه أو لم نضع له تلك القوانين التي يمكن على الأقل ضبط هذه المقتضيات القانونية ديالها حتى نرقى بها إلى مستوى المهنية. هناك قواسم مشتركة، مثلا إذا تكلمنا على الإشاعات والكذب والافتراء، هذا كان مشترك مع الصحافة الكلاسيكية سابقا. كنتي كتلقى أن جريدة ورقية كتجوج فنانة وكتطلقها وكتدوس رجل في السياسة ما كتخلي ما كتكتب عليه، وما كانش الحق أن باش يرد ديك الساعة بشكل مباشر، لأنما ليست صحافة تفاعلية، بل كان ينتظر وقتاش يقدم الرد ديالو ويقدمه لدى المؤسسة، هذه لا قبلت أنها تعطي حق الرد. إذن كاين قواسم مشتركة على المستوى لا أخلاقية المهنة، مثل هذه الإشاعات والكذب كذلك والافتراء. كذلك الابتزاز، نعلم أن مجموعة ديال الوسائل ديال الإعلام الورقي والكلاسيكي وقع في مثل هذه الأمور هذه. إنما هناك خاصيات عن الصحافة الإلكترونية لما ظهرت ولينا كنشوفوا تقريبا هناك تشهير ماشي بالأفراد ولا حتى بالأصول، تشهير حتى بالأصول، ولينا كنوصلوا حتى الأمور الشخصية الإنسان، والدي والبيت ديالو، وحكا تجبدلو كاع دوك الأمور الشخصية ديالو وكتبرز على مستوى الإعلام، خاصة عندما يكون هناك تصادم بين شخصين. كان نجد أن صحيفة كدير حوار مع متضرر أو لا مواطن معين، تطلق لي العنان، هذاك الشخص ما كيخلي ما كيقول على الشخص الآخر الذي ربما عنده معه شي إشكالية، وهاد الصحيفة دون وازع أخلاقي كتركز على تسمع غير هذا الطرف دون الطرف الآخر، وهذه إشكالية في حد ذاتها اللي كتمس الأخلاقية المهنة. ثم سرقة المعلومات الخاصة بالأشخاص وإساءة العموم. لكن عارفوا دابا الآن الصحافة الإلكترونية ولات خطيرة، يعني كتلقى مقال موزع على نفسه تلكل، موزع على جميع المواقع بدلا فيه غير موقع، نفس الأسلوب نفس العنوان نفس هذا بدلا فيه غير اللي موقعه. هذا
موقع فلان وهذا موقع فلان ولكن مضمون كما هو. وهذه من المستجدات اللي صبحت عندنا جابتها الصحف الإلكترونية. كذلك التحول إلى محاكم شعبية، ولينا كنشوفوا كيجيبوا جوج الناس في الفيديو في استوديو ديال الجريدة وكيحطوا جوج الناس كيبداو يتحاكموا وكأنه أمام محكمة. قضايا معروضة على المحاكم أو قضايا اجتماعية كيف ما كان نوعها تؤخذ وتقدم بشكل وكأنه هذاك الجريدة هي محكمة اللي قالتها في هذاك الاستوديو، صافي راه تحكم على هذاك السيد أنه خصو يخرج فيه مثلا قرار أو يسري فيه حكم معين. وهذه شفناها في واحد السيدة اللي اختلس لها واحد السيد شي أموال بزاولة كذب عليها قال لها غنقضي لك شي مصالح، مشيتو جبتو جات اشتكت من الجريدة، جات الجريدة قدمتها وبدات كتحاكم في هذاك الرجل اللي قام بهذاك العمل، علما أن المكان هذا الحديث هو المحكمة ماشي الجريدة، المكان ديالها هو السيدة تمشي تعرض الضرر ديالها على المحكمة ما تعرضهاش على 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 الجريدة. حدد معايا الوقت راه شديت الهضرة ما كنطلقهاش. إذا شحال؟ خمسة؟ لا ثلاثة. على أين؟ المقصود هنا هو أن هناك مستجدات على مستوى السلوكيات وعلى مستوى التقارير لم تتحدث عن توفير الأمن الإلكتروني للصحفيين، هذا فضلا عن التدبير الأخلاقي للتعليقات الإلكترونية على المواد الإعلامية للصحفيين. مجموعة من التعليقات كدار ما كانش شي تدبير في هذا الباب أخلاقي على مستوى الميثاق. ثم الإثبات الإلكتروني لدى الصحفي، مجموعة من النقاط اللي ذات أهمية ما تمش إدراجها في القانون ديال الميثاق أخلاقية المهنة. وأنا أخلص في الأخير على أنه لا يمكننا الحديث على أخلاقية المهنة، وتحدث الأستاذ الفاضل أستاذ الشعبي على أن الأخلاقيات رهينة بالجانب الاقتصادي للصحفي أو المؤسسة. الآن في غياب الدعم، في غياب دعم حقيقي للصحافة الإلكترونية، عن أي أخلاق نتحدث؟ علما أن جهات أخرى تتمتع بهذا الدعم وجهة أخرى لا تتمتع به. كذلك الصحفي الأجير الإلكتروني منعدم، شبه منعدم، إلا في المؤسسات اللي كانت ورقية وتعرض نفسها إلكترونيا بعد أن كانت تتقاضى الملايين من الدعم مدة ديال 20 سنة، وتم الآن مقارنة ديالها مع مؤسسة ناشئة يلا صاعدة في إطار التحول الجديد، تحول ديال الصحافة الإلكترونية. هذا وفد جديد يجب أن نقر، هذا مولود جديد يجب التعامل معه كأنه واحد المؤسسة باقة تحت النشأ، وخصنا ما نسقطوش على جميع القوانين اللي هي ربما تمتعت بها مؤسسات أكثر من 30 سنة، نسقطوا على واحد الوليد يلا جاي كيحبو كيحاول ينمو يوقف، والآن يتم إقصاؤه عن طريق إبعاده من الدعم. والنقطة الأساسية وهو غياب التكوين، غياب التكوين في المجال الصحافة الإلكترونية. ما زال نحتاج إلى دراسات خاصة بالصحافة الإلكترونية. ما يدرس الآن هو عبارة عن مقررات ومنظومات بيداغوجية هي كانت سائدة في التعليم ديالها في الصحافة الكلاسيكية. الآن عندنا صحافة إلكترونية عندها خصوصية ديالها، عندها آليات ديالها، عندها تقنيات خاصة ديالها يجب البحث عنها وتدريسها. الآن في أوروبا في أمريكا الناس بحثت على هذه الآليات الجديدة على مستوى حتى الكيفية ديال صياغة المقال الإلكتروني، على كذلك حتى الأجناس الصحفية الإلكترونية. هناك بعض الفوارق وإن كانت تقنية راه هناك فوارق. إذن خص إعادة النظر في هذه الأمور، هذه كثيرة باش يمكننا نأهلوا ديك الصحافة الإلكترونية اللي بغينا نشوفها في ديك الحلة ديال الأخلاقيات المهنة وفي المستوى اللي كيطلع عليه الجميع. وشكراً.